حكم سواد للشعر يكره لا يحرم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه غيروا هذا الشيب وزيدت لفظة وجنبوه السواد، لفظة جنبوه السواد لا تصح. ولم يبق في الباب إلا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ليكونن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. فهذا الحديث يعني قابل للتحسين، لأن في رجل اسمه عبد الكريم، عبد الكريم ابن أبي المخارق الكتاب أو عبد الكريم ابن مالك الجزري الثقة، في بعض الروايات منصوص على أنه عبد الكريم ابن مالك الجزري الثقة، لكن ما متنه سيكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. ليس التعويل على حرمانهم من الجنة أنهم صبغوا، إنما هذه علاماتهم كما يقال في الخوارج مثلا سيماهم التحليق، يعني علاماتهم حلق الشعر صفر زيرو كما يقول الناس. فليس حلقهم للشعر وسبع حرمانهم من الجنة علاماتهم، وهذا الذي تقتضيه العمومات الشرعية والله أعلم.